والله ساعات بسمع أغنية أم يا مصري مصري دايما. الأغنية دي بصراحة دايما طول ما أنا في الغربة لما بسمعها كده بتهز من جوه، ودايما بحب أسمعها كده في الأوقات اللي الواحد بيحس فيها بالوطنية والفخر كده والفشخرة. النهاردة فعلا حسيت إن أنا محتاج أسمع الأغنية دي أوي بعد ما عملنا إنجاز كبير جدا. الهيئة العربية للتصنيع طبعا التابعة للجيش قدروا إن هم يعملوا اختراع عظيم طبعا بمكونات مصرية بنسبة 90%، ودي طبعا يعتبر إنجاز. يعني خلينا نقول مش طول الوقت احنا بننتقد بس بنقول الحقيقة، وهم قدروا ينتجوا محبس بوتاجاز مصري، محبس لأنبوبة البوتاجاز مصري. اه والله ده إنجاز تاريخي. يا رب يا رب بقى المرحلة الجاية بإذن الله بقى يخشوا على موضوع الفوني، الفوني اللي هي ايه، مفرد فونيا، الفونيا بتاعت البوتاجاز تبقى كده اتعشت، مش محتاجين حاجة تانية بقى، يبقى مالكيش جمال علينا تانية يا يابان.